الكلام الحقيقي بيقول ان الزمالك ما بدأش بجيم بلان كويس. الزمالك ما كانش عنده تحضير، الناس دي لو ضغطت علينا هنطلع ازاي وناخد الكرة التانية فين ونضرب الناس ازاي. الزمالك حتى ما كانش عنده شيب في الناحية الدفاعية. يعني انا عجبني جوميز مثلا في ماتش الاهلي ان هو كان مسقط اوباما مان تو مان مع نيدفيد. فكرة ان انت مش عارف تطلع الناس من الحتة دي. الزمالك ما كانش عنده كده على فكرة في اول 30 دقيقة. الزمالك كان بيلعب ايه الانجليزي يقولك all over the place، بيلعب كده. وربنا سطر، ربنا سطر متقلت ان فرقة نهضة البركان ردت. مش فرقة تقيلة، صح، اقسم بالله ان الفرقة دي لو فرقة 2019 اول ربع ساعة 3-0 انسى. عايز ترجع الجيم بقى ايه، ترجع وريني ترجع ايه لما القطر يعدي في الاستوديو ده، مش هترجع الجيم خلاص. النهاردة ربنا ادى لعيبة الزمالك هدية ان هما يقدروا يفوزوا بالبطولة في مصر. بص في كلامك ده انت مؤكد، انا بقولك الزمالك ما بدأش بجيم بلان خالص، مفيش اي شيب ولا الناس الوينجات مش متقدلها تعمل ايه في المواقف الدفاعية والدبل اب. انا بقول لكم اصل انا بعرف فرقة الكرة اللي متقلها كلام. الفرقة دي ما كانتش متحضرة ان هي تبدأ الماتش بشكل كويس. بص اللي انت بتقوله ده انا محضر، سبحان الله انا محضره لك شريط صور في الثانية 28 اللي انت قلت اللي البداية عشوائية، عشان كده انا بلوم على اللعيبة واللي ساعد. انا متفق معاك ان اللعيبة ابتدت مغضوضة وان جوميز ساعد في فكرة ان انت سبت فتوح، وده اللي انت هتشوفه كصور. وان ربنا سطر، ربنا سطر ان اللعيبة دي سبحان الله. انت قلت نقطة مهمة جدا، التحضير والقراية، تمام. ان انت اللعيبة دي كلنا قلنا هنا ان بيعملوا ضربات جزاء، هم حاولوا في واحده بتاعت الفحلي وبتاعت اللي مرابط البعيد، وبعدين الهديه الثالثه ان الكوره. بس بصراحه هي ضربه جزاء، لا دي بس انت قبليها هم نازلين واحنا دي لازم الزمالك هنا يبقى بلغه الكوره صايع. هم من اول ثانيه يا ميدو اي حاجه 50 دي الكوره الاولانيه يا ميدو. بص يا ميدو الكوره دي في الثانيه 28، الكوره دي في الثانيه 28 حسام عبد المجيد هو الاقرب للخط بره، سامسون فتوح، هنا الكرة اتلعبت لياسين البحيري، سوري ده للمرابط، الفحلي داخل. الصورة اللي بعدها بص يا ميدو وصلت للفحلي، كل ده في الثانية 28. انت حسام عم جيت طالع بتعمل ايه بره، فتوح مكانه، سامسونج هنا. بص الكرة دي وصلت للفحلي لولا شحاتة. الكرة اللي بعدها تخيل هنا راح عمل الباس مثلا للابس برتقاني على حدود الستة، لا شكل طبعا. بص دي، بص اللي بثبت لك يا ميدو ان انا باكد لك ان هم بيدوروا على ضربه الجزاء. بص الصوره اللي بعدها ده شوط عادي. بص الصوره اللي بعدها واحد بيطلع ضربه جزاء. اللي بعدها المرابط بيمثل ضربه جزاء. اللي بعدها صوره حسام عبد المجيد دي بتاعت ضربه جزاء. فهم شغالين، عارفين احنا نازلين، عارفين وقلنا هنا سبحان الله قلنا يا جماعه كوره الثابته الفار بره لو حاجه 50-50 ما بيشغلش عقله. طيب بالحديث عن الحكام، بالحديث عن الحكام يعني عجبني جدا هيثم فاروق لما قال في الاستوديو ان فين الضمير المهني للحكم التونسي حكم الفي ار في كره شحاته، وفين يعني اقل حاجه ان انت تبعت للراجل يشوف. الراجل ما شافهاش ضرب من غير كره طرد رسمي، فش كلام. عجبني هيثم فاروق ان هو كان اون ذا سبوت، يعني كان الزمالك اعترض رسمي عليه. الزمالك قبل الماتش كان معترض رسمي على الحكم التونسي عشان هو كان الحكم بتاع النهائي بتاع نهضه بركان وبيراميدز، يعني كان يعني الزمالك معترض رسمي على الراجل ده بالذات. والحكم بتاع الفي ار اللي جاي هيبقى ده خامس ماتش يحكمه لنهضة البركان السنه دي في الكونفدراليه. ما هو ده مش طبيعي حكم الفيديو، ما هو ده مش طبيعي اللي جاي، ما هو ده مش طبيعي.